السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ نتمنى تكونوا بألف خير. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله كيف ما لاحظتم من خلال العنوان غنديروا دي زيكزارسيس سيغ لي دغوات غوماركابل دو زان تريونغل. يعني بعد ما كملت الشرح ديال الدرس ديال هذا الدرس هذا لي دغوات غوماركابل دو زان تريونغل غندير لكم ان شاء الله 3 دي زيكزارسيس اللي هما ساهلين جدا. كتعرفوا بلي الدرس كله فهو عباره عن فقط هضرنا على الميدياتريس ديال واحد سيغمون كيفاش كترسم، وهضرنا على لي ميدياتريس دان تريونغل اللي هما ساهلين، وهضرنا على سيركل سيركونسكري ان تريونغل. لي ميدياتريس دان تريونغل هو ان فوا ملي كنرسمو واحد الميدياتريس ديال واحد الكوتي من هذاك تريونغل، فان هذاك الميدياتريس بحد ذاته كان كيكون فهو ميدياتريس ديال داك تريونغل كله. واخا هذاك الميدياتريس ديال واحد الكوتي فانه كيعتبر ميدياتريس ديال داك تريونغل كله. من بعد مني شفنا سيركل سيركونسكري، سيركل سيركونسكري ان تريونغل هي اش؟ هي لي ميدياتريس بثلاثه ديال لي كوتي بثلاثه ديال هذاك تريونغل. اوكي، هي نقطه، اوكي نقطة التقاطع، لو سونتر ديال هاديك السيركل سيركونسكري هي نقطة التقاطع ديال لي ميدياتريس ديال هداك تريونغل. تخي بيان. أو تالت حاجة شفناها، شفنا لي زوتوغ دان تريونغل. لي زوتوغ وريتكم الطريقة ديال كيفية الرسم لي كيكون الأوتوغ واحد فهو عبارة عن واحد المستقيم، أو لا يقدر يكون عبارة عن قطعة، او لا يقدر يكون عباره فقط عن نصف مستقيم. اوكي، المهم خاص يمر من واحد الراس وكيكون عمودي على الضلع المقابل لذلك الراس. ف اوتور دان تريونغل بيان سور كيكون واحد. اوكي، الا كان غير واحد فهداك تريونغل يعني كيتسمى ديال تريونغل كله. تري بيان. وشفنا الار دان تريونغل. اوكي، وشفنا عاود بيسيكتريس دان اونغل، يعني ديجا شرحتها لكم، يعني هو منصف زاويه. اوكي، كيقسم هو عباره عن واحد دومي دغوات كيقسم لنا الزاويه الى زاويتان متقيستان. وبالنسبه للبيسيكتريس دان تريونغل و السيركل انسكري داكوغ، البيسيكتريس ديال واحد تريونغل فهو عباره عن ثلاثه ديال المنصفات. اوكي، ديال الزوايا كاملين ديال هذاك التريونغل. ويلا كان فقط غير واحد البيسيكتريس فهو كيعتبر بيسيكتريس ديال هذاك التريونغل. والسيركل انسكري، بالنسبه لو سيركل انسكري هي نقطه التقاطع ديال هذوك لي بيسيكتريس ديال هذاك التريونغل، يعني لي بيسيكتريس ديال الزوايا ديال داك التريونغل بثلاثه نقطه التقاطع ديالهم هي لو سونتر ديال لو سيركل انسكري. اوكي، تري بيان. نبداو الاكزرسيس نيميرو 1، سهل جدا. انتما كي كتشوفوا اكزرسيس نيميرو 1، ا بي سي ان تريونغل تيل كو. اوكي، ا بي سي واحد المثلث بحيث ا سي بي، ردوا البال، ا سي بي فوق منها واحد الشابو، يعني في لو بوان سي كنهضروا هنا واحد اونغل، نهضروا على الزاويه، واحد المعطى ديال الزاويه ا سي بي اللي الراس ديالها سي، سومي ديالها سي بيان سور، ايتيكالا 60 10 دوغري. تري بيان. ا بي سي عاود لونغل ا بي سي الراس ديالها بي كتساوي 50 دوغري. بي سي هذا فقط مسافه بي سي، اوكي، ديال الكوتي بي سي بيان سور، ايتيغال 5 سنتيمتر. كونستروير لا فيغور، كونستروير لا فيغور دائما دائما شرحت لكم ديجا كيفيه رسم مثلث. نتوما في كيفيه رسم مثلث كتمشيو مع المعطيات. اوكي، كتحيروا كتقولوا عندنا في المعطيات جوج ديال الزوايا وعندنا واحد الكوتي معروف شحال كيساوي. اوكي، واحد الكوتي كيساوي لنا 5 سنتيمتر. تري بيان. الا عندكم جوج زوايا معروفين وواحد الكوتي شحال كيساوي، اول حاجه كترسموه هو الكوتي. اوكي، الكوتي عندنا بي سي ايتيكال 5 سنتيمتر، عفوا، كترسموا الكوتي هو الاول، عاد كترسموا الزوايا الاخرين. داكوغ، احنا غنرسموا الكوتي الاول، ارسم لكم غير هنا لتحت. اوكي، ها هو الكوتي الاول كيساوي لنا 5 سنتيمتر. انا بيان سور كتعرفوا المسطره اللي عندي، يعني التدريجات صغيورين ماش نقدر ندير لكم 5 سنتيمتر مثلث صغير. بيان سور غندير لكم واحد، اوكي
نفترض ان هذه 5 سنتيمتر، ما غاديش نرسم لكم انا 5 سنتيمتر صغير، غاتجيكم هنا سميتو بي سي. داكوغ، احنا رسمنا بي سي، تنشد لكم احنا رسمنا بي سي. داكوغ، ثاني حاجه غنرسموا هاد لي زونغل بجوج. هاد لي زونغل بجوج شنو غنديروا؟ لونغل الاولى كتساوي لينا 70 درجه، يعني غناخذوا المنقله ديالنا. اوكي، كنرسموا ا سي بي كتساوي لنا 70 درجه. فين هي لو بوين سي؟ يعني السومي ديالها سي، هو هذا التحتاني، هذا نقرب لكم السي، ها هي السي. غنرسم لونغل ا سي بي كتساوي 70 درجه. ها هي كنحطوا، اوكي كنحطوا هاد النقطه ديالنا اللي في الزاويه هنايا، وكنحطوا دومي دغوات الاخر كنحطوا على هاد الصفر ديالنا. اوكي، احنا حطيناه النقطه ديالنا على لو بوين سي، والدومي دغوات اولا الكوتي ديال لونغل اللي بغينا كنحطوه على هاد الشكل هذا فلو زيرو ديالنا. اوكي تري بيان، وكنحسبوا 70 درجه. كنمشيو من الصفر انطلاقا من الصفر. اوكي، 0 10 20 30 40 50 60 70، ها 70. اوكي داكوغ، دابا غنطول من السي حتى هذيك العلامه اللي درنا، غنطول هكذا مزيان. عندنا عاود ا بي سي كتساوي 50، كيف ما كتلاحظوا السومي ديالنا هو بي. اوكي، ها بي، وكنرسموا الزاويه ديالنا ا بي سي كتساوي 50 درجه. كنحطوا عاود النقطه ديالنا في السومي ديالنا بي، وكنحطوا الكوتي ديال لونغ اللي بغينا. اوكي، كنحطوه على الزيرو. اوكي، وكنحسبوا 50 درجه، 0 10 20 30 40 50، ها هي. وكنطولوا هذاك الكوتي ديالنا ديال الزاويه. اوكي، احنا طولنا كيف ما كتلاحظوا الزاويه سي كتساوي لينا هنايا 70. اوكي، والزاويه بي كتساوي لينا 50. داكوغ، دونك هاد النقطه ديال التلاقي ديالهم بجوج شنو سميتها؟ هي لو بوين ا. اوكي، بقات لينا لو بوين ا. اوكي، انا حنا كملنا الرسم ديال المثلث ديالنا. كيستيون واحد اخر كيقول لك تراس لي دو دغوات، عفوا تراس لي دو دومي دغوات دي زونغل ا بي سي اي ا سي بي. انتما كتشوفوا كيستيون نيميرو 2، تراس لي دو دومي دغوات اوكي دي زونغل ا بي سي اي ا سي بي. لي دو دومي دغوات هما نصفي المستقيم. اوكي، دي زونغل ا بي سي اي ا سي بي. عفوا ما زدتكمش هنا بالضبط لي دو دومي دغوات، يعني نهضروا على بيسيكتريس. اوكي، لي دو بيسيكتريس، عفوا هنا عطيتكم السؤال وشرحتو لكم. اوكي، وشرحتو لكم، ما كتبتش لكم بالضبط اشنو. المهم تراس لي دو بيسيكتريس اوكي دي زونغل ا بي سي اي ا سي بي. لي بيسيكتريس وهو عباره عن دومي دغوات. اوكي، مثلا بيسيكتريس ديال اش، فين ما تسمعوا بيسيكتريس كنهضروا على الزاويه. اوكي، بيسيكتريس اشنا هو؟ هو واحد دومي دغوات وهو عباره عن نصف مستقيم. اوكي، كيمر من نصف الزاويه، مثلا هي الزاويه ديالنا دومي دغوات ديالنا، هو نصف مستقيم كيقسم لنا الزاويه الى زاويتان متقايستان. اوكي تري بيان، هنا بينا نرسموا هاد دومي دغوات ديال اش، ديال لي زونغل ا بي سي. فين هي ا بي سي؟ هي هذه اللي فيها 50 درجه، وديال ا سي بي هي هذه اللي فيها 70 درجه. تري بيان، هنا غنشدو بيان سور الا شدتو 50 درجه، دونك اما غتشدو المنقاله وغتقسموا هاد 50 درجه على جوج، يعني غديروا
دومي دغوات اوكي اللي كيقسم لكم هذه الزاويه اوكي الى زاويتين كل وحده كتساوي 25 درجه اوكي اولا كتشدوا البركار اوكي انا وريتكم الطريقه ديال البركار كيفاش كتشدوا البركار كتحلوا واحد الفتحه هكا كتحطوا الشوكه ديالنا في الصومي ديال هذيك لونغل اوكي كديروا واحد الشرطه بحال هكا وكتعاودوها هنا اوكي كديروا هنايا فهاد الكوطي ديال لونغل ديالنا بلاتي كتشدوا كتديروا واحد الشرطه هنا اوكي كديروا شرطه هنا اوكي كتخلوا اولا يمكن لكم تحلوا هو ولكن غير حيت كتبداو ترسموا ما كتعاودوش تغيروا اوكي كتحطوا عاود الشوكه فوق هذيك الشرطه اللي درتو كترسموا واحد اوكي كترسموا واحد القوس صغير كتخليو نفس الفتحه وكتحطوا في الشرطه الاخرى ديال الكوتي الاخر وكتلاقيو القوسين مع بعضياتهم اوكي نقطه تلاقي القوسين وهي هذه ثم كتلاحظوا نقطه تلاقي القوسين وهي هذه غرسمو دابا هذاك البيسيكتريس ديال لونغل ا بي سي بيسيكتريس الاول ديالنا رسمو لكم بالخضر وهذا شنو قلنا بيسيكتريس هو عباره عن دومي دغوات عندكم تفوتوا لهذا الجهه راه هو فقط دومي دغوات اوكي تري بيان نشوفوا البيسيكتريس الاخر ديال الزاويه ا سي بي فين هي السي هي هذه كما كتشوفوا الزاويه عندنا كتساوي 70 درجه نعاود ندير نفس الطريقه اوكي كنقطع هنا وهنا اوكي كنعاود ندير واحد اوكي ونعاود احنا سالينا هذه نقطه تلاقي القوسين ونعاود نرسم لكم دومي دغوات عندنا بالحمر تري بيان احنا رسمنا دومي دغوات ديالنا ديال الزاويه سي شنو كتلاحظوا كتلاحظوا باللي هاد الزاويه هاد دومي دغوات قسم لينا هاد الزاويه بي الى زاويتين متقيستان دونك هاد الزاويه كتساوي لينا هاد الزاويه اوكي اوكي بالنسبه للزاويه هنايا اللي درنا بالاحمر بيسيكتريس درنا بالاحمر دونك هاد الزاويات كيكونوا متساويين عاود داكوغ نمشيو للكيستيون 3 troisième question شنو كتلاحظوا عندنا في troisième question لو بوين اش اوكي لو بوين اش هي لو بوين دانترسيكسيون دي بيسيكتريس بريزونت كوا يعني نتوما غتكملوا هذه الجمله هذه بريزونت شنو كتمثل لينا هذيك لو بوين اش لو بوين دانترسيكسيون ديال لي بيسيكتريس فين هي لو بوين اش ديال اوكي هي لو بوين اش لو بوين اوكي دانس d'intersection ديال لي دومي دغوات ديال لي بيسيكتريس اللي رسمناها هي هادي اشنو كتمثل لينا هاد لو بوين اش حنا رسمناها شنو كتمثل شنو شفنا شنو شفنا في الدرس ديالنا شفنا بلي نقطه تلاقي لي بيسيكتريس ديال واحد تريونغل فهي اش فهي شنو كتمثل لينا هذيك نقطه التلاقي ديال بيسيكتريس شوفوا ردوا البال راه واخا نديرو غير دو بيسيكتريس وكيتلاقاو لينا في نقطه واحده ماشي بالضروري بثلاثه اوكي الا غير جوج تلاقاو في نقطه واحده فاننا صافي راه حصلنا على هذيك لو بوين اللي بغينا دونك ماشي ضروري نسمو حتى البيسيكتريس الثالث المهم هاد نقطه التلاقي ديال هاد لي دو بيسيكتريس شنو كنسميوها هي لو سونتر دي سيركل انسكري او تريونغل ا بي سي اوكي لو سونتر دي سيركل اوكي يعني هاد لو بوين دانتيرسيكسيون ديال لي دومي بيسيكت ديال لي دومي دغوات اولا ديال لي بيسيكتريس ديال الزوايا بجوج اوكي نقطه التلاقي ديالهم كنسميوها لو سونتر دي سيركل انسكري او تريونغل ا بي سي لو سونتر دي سيركل انسكري اوكي او تريونغل ABC او تريونغل ABC تري بيان فقط هادشي بحال تذكير اوكي تذكير لما سبق لما شفنا في الكور
بيان سور غنتعمق لكم في النموذج ديال الفرد محروس. اوكي نمشيو كيستيون كيستيون 4 كالكولي اش بي سي كالكولي لونغل اش بي سي. انتما كتشوفوا كيستيون 4 كالكولي اش بي سي. اش بي سي بيان سور راها اونغل. شحال كتساوي لنا اش بي سي؟ اش بي سي شحال كتساوي؟ فين هي اش بي سي؟ اش بي سي دونك هاد لونغل هادي هاد لونغل هادي شحال كتساوي في نظركم؟ مادام اننا رسمنا هاد البيسيكتريس ديال ا بي سي فان هذاك البيسيكتريس راه كيقسم لينا هذيك الزاويه ا بي سي الى زاويتان متقيستان. عطاتنا واحد الزاويه ا بي اش وعطاتنا الزاويه اش بي سي وهما بحد ذاتهم راهم متساويين. دونك شحال كتساوي لينا اش بي سي؟ كتساوي لينا هاد الزاويه الكبيره مقسومه على جوج. اوكي كتساوي لينا فين هي الزاويه الكبيره؟ هادي اش بي سي راه صغيره. ها هي اش بي سي واحد الزاويه صغيره. شحال كتساوي لينا هاد الزاويه الصغيره؟ كتساوي الكبيره مقسومه على جوج. لماذا الكبيره مقسومه على جوج؟ لان هاد بي اش راهو بيسيكتريس اوكي ديال هذيك لونغل. فيما تسمع بيسيكتريس فهو واحد دومي دغوات اللي كيقسم لينا الزاويه الى زاويتان متقيستان. تري بيان دونك اش بي سي كتساوي لنا اش؟ كتساوي لنا الزاويه الكبيره على جوج هي ا بي سي على 2. و ا بي سي شحال كتساوي ديجا؟ كتساوي لنا في المعطيات اوكي 50 درجه. كتساوي 50 درجه مقسوم على 2 كتساوي لنا 25 درجه. اوكي مزيان. بالنسبه ل كيستيون نيميرو 5 دابا غنحسبوا اش سي بي. اش سي بي فين هي اش سي بي؟ هي هادي اش سي بي. الزاويه اللي غنحسبوا هي هادي اوكي اش سي بي. تري بيان دونك بيان سور شحال كتساوي لينا اش سي بي؟ اش سي بي يعني ديك الزاويه الصغيره. شنو كتلاحظوا؟ ديجا عندنا الزاويه الكبيره اللي سميتها ا سي بي اوكي عندنا فيها 70 درجه ورسمنا واحد دومي دغوات وهو بيسيكتريس اللي قسم لينا هذيك الزاويه الكبيره الى زاويتان متقيستان. دونك هذه الزاويه الصغيره اش سي بي كتساوي لينا الكبيره مقسومه على جوج. فين هي الكبيره؟ هي ا سي بي. اوكي ا سي بي على جوج كتساوي لينا شحال؟ كتساوي ا سي بي من خلال المعطيات كتساوي لنا 70 درجه كنقسمو على جوج كتساوي لينا 35 درجه. تري بيان دابا غنمشيو كيستيون 6 غنحسبو بي اش سي. دابا غنحسبو بي اش سي. فين هي بي اش سي؟ بي اش سي غرسمها لكم دابا في الاحمر يعني هذيك اللي الراس ديالها اش اوكي لهاد الجهه ماشي لديك الجهه لهاد الجهه. علاش؟ لان قلنا بي اش سي دونك هاد الزاويه هذه اللي بغينا نحسبو. دونك نعتبر المثلث اش بي سي واحد المثلث اش بي سي. عندنا هاد الزاويه لقيناها شحال لقينا هنا؟ هنا لقينا 25 اوكي وشحال لقينا في الجهه الاخرى؟ لقينا فيها شحال؟ لقينا فيها 35 اوكي. مادام ان في واحد المثلث عندنا جوج زوايات اوكي معروفين هاد الزاويه معروفه وهاد الزاويه معروفه بقات لينا الثالثه. دونك الثالثه شحال كتساوي؟ نعلم ان مجموع زوايا المثلث كتساوي 180 درجه اوكي. دونك 180 ناقص هاد الزاويتين وكتعطينا هاد الزاويه اوكي. تري بيان دونك بي اش سي ردوا البال ردوا البال الله يرضي عليكم. قبل ما تكتبوا ديريكت تحسبوا غتقولوا بالاستاذ اون لو تريونغل اش بي سي اوكي سيغ لو تريونغل اش بي سي عندنا بي كتساوي 25 و سي كتساوي لنا 35 اوكي. دونك اش شحال كتساوي؟ يعني هاد بي اش سي شحال كتساوي لنا؟ كتساوي لنا 180 اوتوماتيكمون غديروا 180 ناقص 25 زائد 35 25 درجه زائد 35 درجه كتساوي لنا اش؟ كتساوي لنا 180 درجه عاود ناقص هاد الجوج مجموع ديال هاد الجوج كتساوي لنا 60 درجة اوكي. شحال كتساوي لنا بي اش سي؟ شحال خرجت لنا في الاخر؟ تخرج لنا 120.
120 درجة. احنا سالينا كيستيون 6، دونك سالينا اكزرسيس نيميرو 1. كنتمنى تكونوا فهمتوا هذا الاكزرسيس هذا لانه سهل جدا، فيه استفادة تذكير لما سبق كله تقريبا، يعني طريقة رسم مثلث، طريقة رسم البيسكتريس، اوكي، طريقة عود تاني حساب، اوكي، حساب زاوية، هاد الطريقة هادي حساب زاوية عن طريق البيسكتريس، يعني هادي حيت كندير سمول بيسكتريس، دونك وحدة فيهم راه كتساوي الكبيرة مقسومة على جوج، اوكي. بالنسبة عاود من خلال معطيات مثلث، اوكي، عندنا جوج زوايا معروفين، دونك الثالثة كتساوي لنا اش، كتساوي لنا 180 درجة ناقص هادوك الجوجات اللي معروفين، هما مجموع ديال هادوك الجوجات عطاتنا 120 درجة. هادشي اللي استفدنا من هاد الاكزرسيس. نمشيو لاكزرسيس نيميرو 2. عندنا في اكزرسيس 2 عندنا واحد الفيغور، اوكي، شنو كتلاحظوا في هاد الفيغور؟ عندنا اول حاجة عندنا هو عبارة عن واحد المثلث ا بي سي، داكوغ، وعندنا كما كتلاحظوا عندنا مستقيمات، عندنا دي ان، مستقيم دي ان ودي دو ودي تخوا، تخي بيان. الكيستيون شنو هو؟ كيستيون شنو هو؟ كيستيون قال لك بارمي هاد لي دغوات دي ان ودي دو ودي تخوا، فينا هو اللي كيمثل لينا اون اوتور، اون ميدياتريس، اون بيسكتريس، يعني بارمي هاد لي دغوات. هنا باش تعرفوا بلي واش فهمتوا ولا ما فهمتوش، واش فهمتوا، غنشوفكم دابا هنا واش فهمتوا ولا ما فهمتوش، كتختبروا ريوسكم بيان سيغ، انا ما كنشوفكمش وما عرفاش شنو واش نتوما دابا فهمتوا قبل ما نشوفوا التصحيح، واش نتوما فهمتوا ولا ما فهمتوش، يعني الكور اللي ديجا شرحت لكم، يعني شنو هو الاوتور، شنو هو الميدياتريس، شنو هو البيسكتريس. الاوتور، الهوتور، اوكي، شنو هو؟ وهو عباره كيكون على هذا الشكل بحال هكا، وهو عباره عن مستقيم، مثلا عندنا هذا المثلث ا بي سي، شنو قلنا الهوتور شنو هو؟ وهو عباره عن واحد المستقيم، اوكي، كيمر من هذا الراس مثلا سي والعمودي على الضلع المقابله، اوكي، كيمر من هنا بيان سور كترسموه بالهذا بالمثلث، كيمر من الصومي سي، اوكي، وعمودي على ا بي، اوكي، يعني غنرسمو الاوتور مثلا اللي كيمر لينا من لو صومي صومي، اوكي، سي او بيربونديكولير او كوتي اوبوزي، مثلا هو هذا كيكون عمودي على هنا وكيمر لينا من هنا. دائما الاوتور هذا هو الاوتور، اوكي، هذا هو الاوتور، غنسميه مثلا اش، اوكي، ردوا البال معايا، الاوتور هو واحد المستقيم، اوكي، هو واحد المستقيم يمر من واحد الصومي باسون بار ان صومي مثلا سي اي بيربونديكولير او كوتي اوبوزي، كيكون عمودي على الكوتي اوبوزي، اش الكوتي اوبوزي بالنسبه لو صومي سي، يعني كيشوف في صومي سي، وبالنسبه الصومي ا فين هو الكوتي اوبوزي، عفوا هو سي بي، اوكي، تري بيان. دونك فين هو الاوتور بارمي هاد لي دغوات اللي عندنا؟ شنو كتلاحظوا؟ دغوات مثلا ان، لو دغوات ا، هذا هو لو دغوات ا، هو هذا، اوكي، شنو كتلاحظوا؟ كتلاحظوا بلي وي عمودي، ولكن واش كيمر من الصومي لي اوبوزي لهاد الكوتي بي سي؟ لا، دونك هذا ماشي اوتور، تري بيان. كيبان لينا هنا عاود تاني واحد الرمز ديال التعامد، نشوفوا هذاك رمز التعامد هو هذا، ولكن شوفوا واش كيمر من الصومي اوبوزي ديال هذا الكوتي، وي كيمر منه، اوكي، دونك مادام ان هاد الضغوات كيمر من الصومي سي وعمودي على الكوتي اوبوزي، فان هذا هو الاوتور، دونك فين هو الاوتور؟ وهو دي دو، هو لا ضغوات دي دو، عفوا، هو لا ضغوات دي دو. الناس ديال بينوضوا ليا عاوتاني، الناس ديال ديري المونتاج، بغيتو الفيديو يطلع لكم بكري، هو راه غيطلع لكم بكري بلا مونتاج. ماشي مشكل، نمشيو فينا هو الاوتور ديالنا وهو دي دو قلنا، اوكي. ثاني حاجه الميدياتريس، بينا نشوفو ميدياتريس، نشرح لكم ميدياتريس اشنا هو.
الميدياتريس ديال واحد تريونغل. ميدياتريس ديال واحد تريونغل كيف ما بيكون مثلا عندنا ا بي سي. الميدياتريس شنو هو التعريف ديال الميدياتريس؟ الميدياتريس كيكون هو واحد المستقيم كيكون عمودي على واحد القطي من هذاك تريونغل، ولكن كيكون عمودي عليه ويمر من اي باسون بار سون ميليو. اوكي، يعني خاصو يمر من المنتصف ديال هذاك القطي. داكوغ، يعني مثلا بينا نشوفو البيسيكت البيسيكت ميدياتريس، عفوا الميدياتريس ديال ا بي سي، ولكن بالضبط في القطي ا بي. شنو هو؟ وهو عباره عن واحد المستقيم اوكي يمر من المنتصف ديال ا بي اوكي والعمودي عليه. اوكي، ها هو والعمودي عليه، ولكن يمر من المنتصف. اوكي، يعني واحد عباره عن مستقيم اوكي كيمر من المنتصف ديال واحد القطي وعمودي عليه. دونك هذاك المستقيم كيتسمى بحد ذاته راهو ميدياتريس ديال هذاك التريونغل اب بي سي. نشوفوا عندنا هنا في الشكل دائما كيكون رمز التعامد. شفنا في الاول هذا كاين هنا واحد رمز التعامد ا عمودي، ولكن ما عندناش باللي راه كيمر من الميليو ديال هاد القطي هذا. دونك لا، عندنا رمز التعامد واحد اخر هو هنايا، وي كيمر من هنا وعمودي عليه وكيمر من 100 مليون، ولكن باش عرفنا كيمر من المنتصف ديال هاد الكوتي بي سي. كيف ما كتلاحظوا كاينه هنايا واحد الحركتين اوكي متشابهين. دونك مادام ان نفس الحركه كاينه هنا كاينه هنا، دونك يعني هاد المسافه كتساوي لنا هاد المسافه. دونك يعني هنا اوكي يعني هو لو ميليو ديال هاد الكوتي بي سي. دونك ومادام ان هاد المستقيم عمودي على هذاك الكوتي بي سي وكيمر من 100 مليو، فهو بحد ذاته راهو ميدياتريس. اوكي، ميدياتريس. دونك فين هو الميدياتريس؟ وهو لا دغوات دي دي ان، هو دغوات دي ان. بالنسبه للبيسيكتريس، بيسيكتريس عندنا شنو هو البيسيكتريس؟ البيسيكتريس هو عباره عن واحد دو مي دغوات اللي كيقسم لينا الزاويه الى زاويتان متقايستان. ولكن بينا نشوفوا بيسيكتريس ديال تريونغل. دائما بيسيكتريس ديال تريونغل، بيسيكتريس ديال تريونغل الا رسمنا غير واحد البيسيكتريس ديال زاويه وحده من هذوك الزوايا بثلاثه، فان هذاك البيسيكتريس بحد ذاته راه ديال التريونغل كله. اوكي، المهم بيسيكتريس شنو هو؟ واحد دومي دغوات كيقسم لينا الزاويه الى زاويتان متقايستان. مثلا واحد دومي دغوات هو هذا، كيقسم لينا هذه الزاويه هذه الى زاويتان متقايستان. دونك اش؟ دونك مادام ان عندنا واحد الزاويه درنا لها البيسيكتريس، دونك هذاك البيسيكتريس كنسميوه البيسيكتريس ديال داك التريونغل كله. اوكي، تري بيان. نشوفوا في الشكل عندنا فينا هو البيسيكتريس. عندنا شنو كتلاحظوا؟ بقى لينا دي دي ان. شنو قلنا؟ دي ان كيتسمى ميدياتريس، ودي دو كيتسمى اوتور. دونك دي تخوا بيان سيغ هو البيسيكتريس. علاش؟ لانه واحد نصف مستقيم، ماشي مستقيم، نصف مستقيم فقط. اوكي، شتو فين محبوس؟ محبوس لينا في لو بوان بي. تري بيان، ردوا البال باش عرفناه راهو بيسيكتريس. عاود يعني خاصنا نعرفوا باللي هذاك البيسيكتريس راه قسم لينا ديك الزاويه الى زاويتان متقايستان. نعم، قسم لينا الزاويه الى زاويتان متقايستان باش عرفنا عندنا الحركه اللي في هذه الزاويه. اوكي، نفس الحركه اللي في هذه الزاويه، الا لاحظتوا عندنا نفس الحركه اللي هنا وهنايا. دونك في هذاك الدومي دغوات راهو بيسيكتريس. اوكي، دونك فينا هو البيسيكتريس؟ هو لا دغوات دي 3. تري بيان، بركة بلا ما نطول لكم الفيديو، لان اصلا التمرين الذات اللي كنت غدا ندير لكم ما هو عباره عن ارسم البيسيكتريس، ارسم الاوتور، وارسم الميدياتريس. دونك هنايا كيف ما تلاحظوا شرحت لكم في نفس الوقت يعني البيسيكتريس والميدياتريس والاوتور. دونك هادشي اللي عندنا. دونك نرسمو لكم بعجاله غنرسم لكم طريقه رسم البيسيكتريس ديال واحد تريونغل. رسمو هنايا تريونغل كيلكونك، ماشي ضروري يكون هكا ولا هكا، هذا هو تريونغل عندنا كيلكونك. كيف سميتو ا بي سي،
اوكي. مثلا عفوا نردوا البال هنا دائما هكا في المثلث سيروا هكا. المهم اولا ردوا البال، ردوا البال الطريقه ديال رسم الشكل ملي كيعطيهم لكم الاستاذ عندكم تخربقون. المهم مثلا الميدياتريس، الميدياتريس شنو هو؟ هو عباره عن واحد المستقيم بنرسمو مثلا الميدياتريس ديال هاد التريونغل هذا في الكوتي بي سي. الميدياتريس شنو هو؟ هو عباره عن واحد الضغوات كنسمو بالعربيه واسط قطع. اوكي الواسط المثلث، عفوا واسط المثلث، وهو واسط قطعة من قطع من واسط ضلع من أضلاع ذلك المثلث. أوكي مثلا رسموا الواسط في بي سي، رسموا الواسط في بي سي وهو عبارة عن واحد الضغوط اللي كيمر لينا من الميليو ديال هاد بي سي وفي نفس الوقت عمودي عليه. مثلا هذا ميليو، يعني غتقسموا هنايا جوج ديال القطعتين المتقيستين، هذا هو الواسط، هذا هو البيسيكتريس. اوكي بيسيكتريس كيكون عمودي او ميم طون كيمر من المنتصف ديال القطعه. اوكي مثلا هذا الدي ا، هذا الدي ا راهو حداتو بيسيكتريس ديال التريونغل كله ديال التريونغل ا بي سي. بيسيكتريس ديال هذه القطعه ديال هذا السيغمون بي سي وبحداتو بيسيكتريس ديال التريونغل كله. اوكي تري بيان، نمشيو نشوفو. راني شرحت لكم قبيلات كيفاش تكرسمو، شرحت لكم قبيلات كيفاش كنرسموا البيسيكتريس. البيسيكتريس هو منصف الزاويه، دونك منصف الزاويه انا شرحت لكم الطريقه قبيلات. منصف الزاويه ديال المثلث وهو عباره عن واحد منصف الزاويه في زوايا من زوايا ذلك المثلث. اوكي مثلا في الزاويه بي كنرسموا المنصف الزاويه هنا، شنو هو دومي دغوات؟ هو هذا كيقسم لنا الزاويه الى زاويتين متقيستان. اوكي تري بيان. حاجه اخرى اللي بقات لنا هو الاوتور. الاوتور وي كاين التعامد، ولكن اشنو زيد اش كاين التعامد ولكن يمر من واحد الراس. مثلا بغينا نرسمو مثلا الاوتور دغوات لي باسون بار لو سومي سي اوكي اي بيربونديكولير او كوتي اوبوزي اللي هو ا بي. دونك بغينا نرسمو اللي كيمر لينا من سي، وهو عباره عن ضغوات اوكي كيمر من واحد السومي وكيكون عمودي على الكوتي اوبوزي. اوكي غنشوفو، يعني كنشدو الكوتي اوبوزي اوكي اللي هو ا بي، اوكي كنحطو عليه هذا المثلث ديالنا اوكي وكنمروه بالضبط من السومي سي، السومي لي اوبوزي مع داك الكوتي وكنرسمو، عفوا وكنرسمو الاوتور ديالنا هو هذا، كنطولو لانه عباره عن ضغوات. اوكي هو عمودي ولكن راه كيمر من السومي اوبوزي. ردوا البال الفرق بين المستقيمات بثلاثه اللي شرحت لكم. المستقيم الاول شنو هو؟ هو الميدياتريس. الميدياتريس شنو قلنا؟ واحد المستقيم اللي كيمر من واحد الميليو ديال واحد سيغمون من هادوك سي لي سيغمون ثلاثه ديال المثلث اولا واحد الكوتي، يعني بيسيكتريس عفوا ميدياتريس اللي كيمر لي ميدياتريس ديال واحد الكوتي من لي كوتي بثلاثه ديال المثلث اوكي كيمر من سو ميليو وعمودي عليه. اوكي بالنسبه للبيسيكتريس، بيسيكتريس شنو قلنا؟ دومي دغوات اللي كيقسم لنا الزاويه الى زاويتين متقيستان. بالنسبه للاوتور، الاوتور وهو واحد الضغوات اوكي اللي كيمر من واحد السومي سي وكيكون عمودي على الكوتي اوبوزي ديال هذيك السومي. اوكي تري بيان، كنتمنى تكونوا فهمتوا هذا الفيديو هذا. للاشاره اعطوني شي حاجه، اكتبوا لي في التعليقات. اوكي كتبوا لي، كنفضل تكتبوا لي في التعليقات اش من درس بغيتوني نشرح، لانه واش بغيتوني دابا الا كنتو زربانين، الا كنتو زربانين واش بغيتوني ندير لكم دابا نموذج فرد محروس يعني كيلم لكم الدرس ديال لي بويسونس هو هذا الدرس هذا ديال لي دغوات مع كابل دون ان تريونغل، اولا بغيتوني نشرح لكم الدرس الثالث الا كنتو زربانين قولوا لي نتوما شنو هو هذاك الدرس الثالث. بيان سور غنلوح لكم واحد المنشور في اليوتيوب الا طلع عندكم، غنسولكم يعني هاد السؤال هذا لان ما كنظنش غتفرجوا في الفيديو كله،
يعني حتى النهار الاخر ولا بعد غدا عندما هذا السؤال ديال الناس اللي زربانين يعني وللاساتذه ديالهم زربانين يعني بزاف ما عرفتش فين وصلوا كاع دابا في الشرح. يعني واش ندير لكم دابا فرض محروس نموذج ديالو اولا نستنى حتى نشرح الدرس الثالث؟ اوكي عاده ندير تقريبا جوج نماذج اولا ثلاثه ديال النماذج ديال فروض محروسه كيلموا هاد الدروس بثلاثه. كنتمنى تكونوا استفدتوا من هاد الفيديو هذا وكن يعني كنظن اللي تفرج في هذا الفيديو غيستافد بيان سور لان جمع بزاف د الحوايج اللي كاينين في هذا الدرس اللي عندنا ديال لي دغوات غوماركابل دون ان تريونغل. كنتمنى تكونوا حتى نتوما استفدتوا وفهمتوا شي حاجه واي تساؤل في التعليق ردوا البال راه واخا ما جاوبتش في التعليقات راني قريت التعليقات ديالكم سواء كانت سالبه راني كنمحيها المجابه بيان سور راه شرف ليا وكنشكركم بزاف دائما كنقولها وكنعاود كنشكركم على التعليقات المجابه وشكرا بزاف على متابعه القناه شكرا بزاف على مشاهده الفيديوهات شكرا بزاف للمتابعين الحرين كما كيقولوا اللي كيتابعوني دائما ودايرين ابوني ويعني وكيديروا لي لايك وكيكتبوا في التعليقات كنشكركم بزاف وحتى الناس اللي مالفين مرحبا بكم نتوما اللي بغيتو ديروا ابوني مرحبا ما تديروا ابوني شغلكم هذاك المهم حنا يعني بغينا ننشروا الاستفاده للجميع اللي قدر المستطاع يعني بغيت غير ننشر صراحه بغيت ندير شي حاجه اللي نعاون بها ولاد الشعب كيف ما كيقولوا في هذا العام هذا الشيء اللي قررت انايا قلت نعاون في 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 سبيل الله كيف ما كيقولوا. شكرا بزاف دائما على متابعه القناه الى فيديو اخر ان شاء الله.